لونسي عطور انترفيو بروميير. زهور الخطابي ماما تكنزة العقيلي لاعبة التنس المصنفة الأولى لفئة أقل من 16 عام في المغرب. والإحساس ديالي وبنتي هي الأولى، دونك أنا فرحانة ونبغيها دائما تكون هي الأولى. كنعيش معها واحد الحياة ديال الكفاح، وكنشوف سيتون في اللي ما تتعيش بحال الوليدات الأخرين، تدريب في الصباح تدريب في العشية. بنتي في البدايات ديالها كان عندها عمر 5 سنين، تشاورت مع باباها وقلنا خصنا نديرو ليها اون اكتيفيتي سبورتيف في لي سابري ميدي ديال الاربعاء وديال السبت. بالصدفه قالوا لي راه كاين واحد الكلوب في عين السبع وجبتو ليها. شافها واحد الكوتش هنايا اللي ياسين الجعفري، هو اللي بدا معها البدايات ديالو، وكيرجع له الفضل كل الفضل انه معاه، ربحات بزاف ديال الالقاب. بالنسبه للحوايج اللي ما زوينينش في التنس، كما تعرفوا فهو رياضه اللي مكلفه جدا، دونك لهذا ففي غياب سبونسورينغ فريمون سي لا طاش كتولي تري 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 ديفيسيل. ما علينا الا نتبعوهم في لا باسيون ديالهم، ونتبعوهم في نساندوهم في لي شوا ديالهم، ناسيستيوهم اون لي زاكومباني زعما بالنسبه باش يحققوا كاع الاحلام ديالهم. الرسالة ديالي لبنتي انني تنقول لها ال دو با بي سي لي بغا، خاصها تبقى تواظب على التدريب ديالها وتثق في راسها وتثق في الناس اللي حايطين بيها.